قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إن جهود السعودية في الحرب ضد الإرهاب لم تقتصر على الجوانب الأمنية بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف أضاف المعلمي في كلمة له أمام الجمعية العامة أن السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية أيا كان مبررها أو ضحاياها مشددا على أن السعودية تدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله واضاف مندوب السعوديه الدائم لدى الامم المتحده ان مكافحه الارهاب هي مسؤوليه دوليه مشتركه تتطلب جهودا حثيثه ومتواصله